صباح الخير من بلدي سوريا. انا ما جيت لهون لاوزع اي شيء وامشي، في شيء اهم من هيك بكتير. انا الله عطيني محبة الناس اللي هن انتو، واجا الوقت اللي لازم استخدمه بالطريقة الصح. تعرفوا شو الحلو ببلدي؟ بعد ما تسمينا لاجئين ودول كتيرة سكرت بابا بوشنا، سوريا لسه بابا مفتوح لحد الان، ومرحبة بكل الناس، وبعمره باب سوريا ما تسكر. انا بفتخر اني من سوريا وبفتخر ببلدي كتير كتير. سوريين يا ربي من عالي السماء نزلنا حلها، ملينا من هذا الظلم وجيناك للباب، وجيناك للباب يا رب الأرباب.